هروح مع حضرتك كابتن محمود برضو لبعض الحاجات اللي اتقالت عقب مباراه الاهلي والزمالك، ونشوف راي حضرتك فيها برضو. اتقال ان موسيماني نفسه هو اللي انقذ الزمالك من يعني هزيمه ضخمه بسبب التغييرات اللي تمت، هل حضرتك مع ام ضد؟ نشوف حضرتك بقى، هو احنا دايما بنقيس او نحكم على التغييرات دي بعد اللقاء، انما هي بعد اللقاء اهو بعد اللقاء، ما انا بعد اللقاء لا ممكن يكون التغيير في توقيته صح. انا دايما بقول الجمله دي، يعني انا بعمل تغيير، مدرب بيعمل تغيير، خلاص اكتب رايك دونه بقى. لو انت مثلا بتحلل على الهواء في احدى القنوات حلل وتقول رايك بصراحه. انا ساعه التوقيت التغيير ده انا شايف كان التغيير صح، لان اللاعب اللي خرج مش موفق او كذا او كذا او كذا، خليه مسجله معاك. انما احنا بعد النتائج بنحكم على التغيير، وقد يكون التغيير صح واللاعب ينزل ما يبقاش موفق، وقد التغيير يكون صح والمنافس. احنا مش عايزين شرح، احنا عايزين راي حضرتك. لا، شايف هذه التغييرات كانت لصالح الاهلي ام لا؟ لا، هي في النهايه مش لصالح الاهلي، بس انا بفسر بقى يعني وجهه نظر. ايوه بس نسمع الاول رايك وبعدين تفسرها. عشان احنا ما فهمناش. طبعا ما الزمالك احرز هدفين، نتيجه 5-1، وبعد كده احرزوا هدفين بقت 5-3. انما انا عايز اوضح ان التغيير نحكم عليه ونقيمه ساعه حدوثه. بس هو في كل الاحوال يعني الفوز الفوز بنتيجه كبيره على فريق كبير زي الزمالك اكيد ليه انعكاسات طيبه جدا على الحاله النفسيه لكل اللعيبه، وممكن يشكل حافز كمان لاستعاده لقب الدوري ولا ايه؟ طبعا، وفي النهايه النقطه هتفرق بينك وبين الزمالك مع نهايه الدوري. اي نقطه بتاخدها انت تتفوقت عليه في 3 نقاط، فدي حاجه كويسه. مفيش التنافس هيبقى متقارب.